بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. في كتاب الله عز وجل أسرار وأعظم العبر من قصص القرآن، من بينها قصة لرجل جبار كفر بربه وباع نفسه للشيطان، رفض الهداية من سيدنا إبراهيم. قصة النمرود ابن كنعان. حارب النمرود نبي الله إبراهيم وأمر بحرقه، فجعل ربنا سبحانه وتعالى نهايته آية لصاحب الكفر والعصيان. النمرود وقصة مناظرته مع سيدنا إبراهيم، ده هيكون كلامنا إن شاء الله النهاردة مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. صدمتنا أنت صدمة كبيرة قوي قبل ما نبدأ الحلقة، وأنا صممت إن أنا أقول الإنترو زي ما هي، بس إحنا بنقول إيه، إن إحنا طول عمرنا بنتعلم، مفيش حاجة اسمها حد كبر على العلم. ممكن النهارده نبقى مش عارفين حاجه، ممكن يبقى عندنا معلومه غلط، فاحنا يمكن من خلال برنامجنا ومن كرم ربنا علينا ان احنا دايما بنصحح المفاهيم اللي ممكن تكون غلط، نعم، وحضرتك بتصححها لنا الله طبعا. يسترك. انت قلت لنا مفيش حاجه اسمها اسمه النمرود، هو ما اسموش النمرود. أي مظبوط، بسم ايه بقى الله. القصه؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على عليه افضل سيدنا الصلاه محمد والسلام. وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أستاذة لمياء ما شاء الله عليها، كنا بنتكلم أنا وهي محمود والإعداد، ففي الإنترو احنا هنتكلم على قصة سيدنا إبراهيم والملك الذي كان في زمانه وكان يدعو الناس إلى عبادته. فبيقولوا إن نمرود ابن كنعان. قلت لهم مين قال إنه نمرود ابن كنعان؟ فقالوا الحمد لله قبل ما نتصدم على الهوى. فاتكلمنا في الجزئية دي إنه القرآن الكريم يا أستاذة لمياء دايما يريد أن يلفت نظر المسلمين إلى عدم الاهتمام بالأسماء والشكليات، صحيح، والاهتمام بالمسمى والجوهر. مش فارق هو اسمه ايه، اسمه المهم الرسالة. الله يبارك في عمرك، اسمه كنعان، اسمه النمرود، اسمه عاد، اسمه هود، ولا مش قضيتك القضية في الاسم، إنما القضية في المسمى. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. دايما يقولوا قابيل وهابيل، مفيش دليل على ده، لا في دليل من القرآن ولا من السنة على ان اسمهم قابيل وهابيل. ايه ده؟ ايوه صح، ايه اللي جاب دول؟ احنا بنتكلم ده عليه. بجد؟ ايوه طبعا، مفيش دليل لا من القرآن ولا من امال السنة. احنا جبناها منين؟ مسميات من روايات موضوعة وروايات غير صحيحة وروايات واهية. ما اجمل ان نفلتر ديننا ونفلتر عقيدتنا. وقبل ما اقول معلومة اراجعها كويس، لان احنا في زمن ما بقاش الانسان له عذر فيما يقول من الخطأ. زمان كان استاذ لي في الجامعة اقسم بالله انه قعد اسبوع كامل يبحث عن عزو حديث وتخريج حديث، وفي الاخر وجده في الترمذي، معه نص الحديث لكن فين؟ بحث كثير الى ان وجده في كتاب الترمذي. احنا في زمن دلوقتي بضغطة زرار واحد اجيب كل المعلومات. يبقى ما الذي، ما عذرك؟ مفيش حاجة اسمها النمرود ابن كنعان. قد نقول ذلك على سبيل التسمية وخلاص، لكن لابد من العلم بانه لا يوجد دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا عن احد من الصحابة انه الذي ناظره وحاججه سيدنا إبراهيم كان اسمه كذا. القرآن تجاوز كل ده، وتجاوز عصره، وتجاوز اسمه، وتجاوز شكله، وإنما وصل بنا إلى المسمى والجوهر. صدقيني حضرتك، إحنا من أكتر الأشياء اللي سبب في تأخرنا إن إحنا اهتمينا بالشكل، صحيح، واهتمينا التفات للأمور اللي ممكن تكون ما فيهاش إفادة، الله يبارك في عمرك، وتركنا المفيد، مع إن القرآن دايما يقول لك خلي بالك من الجوهر، خلي بالك من العمق، خلي بالك من الأهم. فده مهم جدا. لكن إحنا بنتكلم عن سيدنا إبراهيم، وإزاي سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء وهو خليل الرحمن، إزاي كان في قوم للأسف يدعون إلى كفر وإلى إلحاد وإلى فسق، ناس في قومه يعبدون الأصنام، وناس في قومه يعبدون الكواكب والنجوم والشمس، وناس في قومه يعبدون هذا الملك. ونشأ سيدنا إبراهيم في بيت بيتحد بيبيع الأصنام،
مش مجرد يعبد الأصنام فقط، يعبد الأصنام ويصنعها ويبيعها، اللي هو آزر والد سيدنا إبراهيم. فهو بيحارب الإلحاد ويحارب هذا الفكر ويحارب هذا التطرف ويحارب هذا الكفر والفسق، لكن بحجة. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا إنه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. ملخص حياة سيدنا إبراهيم: نشأ في بلدة العراق بمرحلة أولى، مرحلة تانية قعد في العراق ودعاهم إلى الله عز وجل، وكان له 5 مشاهد من ضمنهم المشهد مع الملك. ثم بعد ذلك اللي احنا مش عارفين اسمه، اللي مش عارفين اسمه، اللي ما يتسماش الملك اللي احنا مش عارفين اللي ما يتسماش. ثم خرج إلى بلدة فلسطين فأقام في القدس والخليل، وخرج معه ابن أخيه سيدنا لوط أقام فيها، ومنها رحل إلى مصر ودخل مصر هو وأمنا السيدة سارة وبقي فيها قليلا، ثم أهداه الملك في زمنه السيدة هاجر ورجع بها إلى فلسطين، وتزوج السيدة هاجر ورزق بسيدنا إسماعيل وذهب به إلى الحجاز، وبعدها بقليل جاءت الملائكة فبشرته وبشرت السيدة سارة بأنه ربنا هيرزقه بإسحاق، وأنه هيكبر وأنه هيشوف أحفاده أنه هو سيدنا يعقوب. فرزق من السيدة هاجر بسيدنا إسماعيل ورزق من السيدة سارة بسيدنا إسحاق. في سيدنا إسماعيل ربنا قال لما دعا رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. مع سيدنا إسحاق فبشر وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. والآية الثانية فبشرناه بغلام حليم عليم. سيدنا إسماعيل حليم وسيدنا إسحاق عليم. بعد ذلك سيدنا إبراهيم دعا إلى الله عز وجل وابتلي وامتحن في ذبح سيدنا إسماعيل ونجح في الامتحان، ثم بعد ذلك تزوج سيدنا إسماعيل وبنى سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل الكعبة، ثم عاد إلى الخليل في فلسطين وإلى أن وافته المنية. ده ملخص حياة سيدنا إبراهيم. في المرحلة الأولى من حياة سيدنا إبراهيم في بلاد العراق فيه 5 مشاهد يلخصوا المرحلة دي. المشهد الأول شايف سيدنا إبراهيم وهو يجادل ويحاور ويحاج والده آزر. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يغني عنك شيئا، لم تعبد ما لا ينفع، ويا أبتي لما تعبد الشيطان. فحوار كبير ما بين سيدنا إبراهيم وما بين والده. طيب وبعدين مشهد تاني حوار سيدنا إبراهيم، احنا هنفسر بقى الحكمة من كل حوار فيهم. يعني حكمة اسلوبه وطريق كلامه مع أبوه كانت عاملة ازاي، ما أكيد في هنا رسالة. 5 مرات يقول له يا أبتي. 5 مرات حوار حلو قوي، حوار هايل، حوار في أدب جدا، حوار بيعلمنا ازاي نختلف بقمة الأدب وقمة الشياكة وقمة الرقي وقمة الحجة والقوة. ففي حوار المرحلة والمشهد الأول حوار سيدنا إبراهيم مع أبيه. المشهد الثاني انتقل إلى قومه، قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ده مشهد تاني. مشهد ثالث حوار سيدنا إبراهيم مع الملك.
الذي يسميه الناس النمرود وليس على ذلك دليل. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ده المشهد الثالث. المشهد الرابع مشهد سيدنا إبراهيم وهو يحطم الأصنام فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. المشهد الخامس والأخير مشهد المحاكمة والإلقاء في النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ده الموجز وهنقول التفاصيل والأنباء كلها ولكن هنروح لفاصل ونرجع نكمل محاضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. أنا اتكلت عليك في كل أحوالي في كل أحوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ قلنا خمس مواقف مزبوط لسيدنا إبراهيم. نعم. خلينا ناخدهم بقى من الأول كده وقول لنا إيه الحكمة منها. أولا هو ربنا سبحانه وتعالى أعطى سيدنا إبراهيم الحجة وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. اثنين آتى سيدنا إبراهيم الرشد ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. رقم ثلاثة إن ربنا سبحانه وتعالى ورى سيدنا إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين رحلة اليقين مع الله رب العالمين. ولذلك مقام سيدنا إبراهيم الموجود حوالين الكعبة وبنصلي وراءه ركعتين مقام سيدنا إبراهيم هو ما قام به إبراهيم. مقام حط ألف بعد الميم ما قام به إبراهيم الذي قام به في رحلته إلى الله عز وجل في رحلة اليقين والحجة العظيمة في محاربة الفكر الإلحادي في محاربة الفكر المشرك في محاربة الفكر العاصي لله رب العالمين. دي مقام عظيم جدا. آتاه الله الرشد وآتاه الله الحجة وأراه الله ملكوت السماوات والأرض وجعله من الموقنين. وفي رحلة اليقين سيدنا إبراهيم عنده علم اليقين وآن الأوان أن يكون عنده عين اليقين. رب أرني كيف تحيي الموتى. آن الأوان أن يكون عنده حق اليقين أنجاه الله من النار. لأن دي رحلة. حضرتك تعرفي أن رحلة اليقين فيها ثلاث أقسام: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. علم اليقين سيدنا النبي قال لي أن فيه جنة يوم القيامة خلاص أنا سلمت. يوم جيت بقى يوم القيامة شفت الجنة بعيني بقى اسمه إيه؟ عين اليقين. عين اليقين خدني من إيدي ودخلني الجنة. حق اليقين. اللهم اجعلنا منهم. أمين يا رب. كذلك سيدنا إبراهيم وليكون من الموقنين عنده علم اليقين إن وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. طب ترقى مع الله عايز عين اليقين. ربنا سيدنا إبراهيم يقول إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. ما قالوش هل تحيي الموتى ولم يشك إنما هو يريد الكيفية ليترقى في رحلة اليقين إلى عين اليقين ثم آن الأوان أن يصل إلى حق اليقين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالمشهد الأول في محاربة سيدنا إبراهيم ومواجهة سيدنا إبراهيم للفكر الإلحادي بدأ ببيته وأنذر عشيرتك الأقربين. قال لأبوه كده. وأذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أمر بذلك بيقول له أنت بتعبد ليه اللي لا بيسمع ولا بيبصر ولا يغني عنك شيئا. ده أنت كده بتعبد الشيطان بالراحة قوي. ويا أبتي قمة الرقي وقمة الأدب وقمة مش بالخناق وبالزعيق خالص بيعلمنا العالي خالص ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الله هي دي المسألة بالراحة وبهدوء من غير عنف. عمره يا جماعة العنف ما بيصلح حاجة أبدا. ولذلك ربنا لما قال لسيدنا موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. ففكر كافر أو فكر إلحادي أو فكر مشرك أو فكر عاصي أو فكر متشدد فكر مقابل فكر. هو ده دي النبي علمني ده
ادي سيدنا موسى وهارون رايحين لفرعون اللي قال انا ربكم الاعلى، في فكر الحادي اكتر من كده؟ وادي سيدنا ابراهيم بيحاج والده اللي مشرك وكافر ويصنع الاصنام، وفي الاخر والد سيدنا ابراهيم يقول له لئن لم تنتهي لارجمنك، ده انا هجيب حجاره وارجمك بيها واهجرني مليا ما اشوفش وشك. سيدنا ابراهيم رد قال له ايه؟ قال له سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. حفيا يعني ايه؟ يعني لطيفا كريما عظيما، لانه اصنامكم مش حفيه بيكم. فكانه بيقول له كده مشهد عظيم وانتصار رائع جرايح لقومه. المشهد ده اختلف فيه العلماء، بعض العلماء قالوا ده ابراهيم قبل النبوه وكان في رحلته حيران الى ان وصل الى الله، ده كلام غلط وكلام باطل. هذا المشهد بعد النبوه وسيدنا ابراهيم يحاج قومه على سبيل الفرضيه، على سبيل الحوار العلمي والمنطق الرصين. انتوا بتعبدوا الكواكب؟ طب هفترض ان الكواكب دي اله، فجأة الكواكب غابت، قال هو ينفع اله يغيب يا جماعة؟ عارف حضرتك لما تكوني بتكلمي حد وبقول لك حاجة بالاقناع بديك اللي يقنعك، الله ينور عليك، بالحجة وبالبرهان وبالمنطق العظيم وبالراحة. طب هفترض يا ابني الموضوع كذا، طب يحصل كذا؟ انت فهماني حضرتك؟ يخليه يفكر. الله يبارك في عمرك. فهو سيدنا ابراهيم قال لهم كده، انتوا بتعبدوا الكواكب، طب هفترض ان الكواكب فعلا رب وإله، طب الكواكب دي بتغيب، ينفع يا جماعة؟ فسكتوا. طب ينفع الإله يغيب عن الناس وعن البشر وعن تدبير شؤون الخلق؟ الإله لا يغيب، يبقى إذن الكوكب لا يصلح إله. الكوكب النجم الصغير، أيوه، فجأة لقي القمر أكبر شوية. طب إيه رأيكم القمر؟ مين اللي بيعبد القمر؟ احنا بنعبد القمر. طيب القمر موجود شوية وبفجأة ايه؟ يختفي. طب هو ينفع اله يختفي؟ فهو بالراحة كده الحجة دي اقنعتهم لكن لم يؤمنوا. تمام؟ لان هي القضية مش في الاقناع يا فندم، في التطبيق. بالظبط. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، يعني عندهم يقين بانه صح، لكن منعهم الكبر، منعهم كذا. طيب بلاش، يبقى خلاص، يبقى الامر لا يصلح. الله، الشمس اكبر بكتير ويملأ ضوءها الكون، هو ده اله؟ فجأة الشمس غابت، قال لا كده بقى ايه، اني بريء مما تشركون، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. بس خلاص كده واضحة. فهو بيحاج قومه وكان مؤمنا، كان تقيا، وكان عالما بالله رب العالمين، لان الايه اللي قبل كده بتقول لي كده، والايه اللي بعد كده بتقول كده. واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي. ايه رايكم؟ هو ده ربنا. فلما افل قال لا احب الافلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفلت قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يبقى ده حوار وحجة وبالراحة وبالبرهان وبالمنطق وبالقوة ومن غير يأس، مش مرة قال الله يبارك فيك ما فسكت. بالظبط، لا مفيش يأس. طيب يلا نروح المشهد الثالث. طيب يبقى هو في مشهد حاج ووجه والده إلى الله، لم يؤمن. المشهد الثاني مع قومه، وجههم إلى الله لم يؤمنوا. المشهد الثالث مع الملك اللي ما يتسماش، أيوة، اللي بيسموه النمرود. مفيش دليل، تمام؟ حكاها القرآن الكريم. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. هذا الملك يحاج ويخاصم سيدنا إبراهيم، أنت لك رب؟ بيقول له أنا رب وأنا إله والناس يعبدونني. أن آتاه الله الملك، هو بيحاج لأنه مغرور بملكه، مغرور بمكانته، كبر. بالظبط، ونسي أن اللي اداله ده ربنا سبحانه وتعالى،
وطبعا الناس قالوا عليه كلام ايه، وبعدين هو دخلت البعوضة في رأسه وقعدت تطن يضربوه بالأحذية إلى أن مات. كل ده ملوش أصل يا جماعة. يعني ده كمان حاجات كلها، أيوة والله كل ده خرافات وخزعبلات وموضوعات ولا أصل لها، فيش الكلام ده أصلا. أصله دخلت بعوضة من أنفه إلى رأسه وتزن، وكل ما تزن لا تهدأ إلا لما يضربوه بالأحذية. جبت منين الكلام ده؟ من أين هذا؟ من أين؟ لا من القرآن ولا من السنة. آن الأوان ما تقولش إلا قال الله وقال الرسول. صحيح. بس خلاص. صحيح. هتتكلم قول لي دليلك. وما سيبك من ده اللي احنا بنقوله، ده اللي احنا بنطبقه. وده اللي اللي شغال عليه هذا البرنامج. الحمد لله. اللي هو التصحيح والفلترة والدليل والقرآن والسنة. صحيح. هو ده دينك. سيبك من كلام رمضان ولا من كلام سين ولا صاد. أيا كان هو مين. قول له دليلك إيه من القرآن والسنة. خلاص الموضوع. فهو يحاج سيدنا إبراهيم لأن هذا الملك اغتر بملكه ونسي أن الذي أعطاه الملك هو الله عز وجل. لذلك نص القرآن يقول إيه؟ أن آتاه الله الملك. هو يحاج إبراهيم في ربه لأنه مغتر بملكه. تمام؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. الذي يحيي الناس ويميتهم هو الله عز وجل. أناس يولدون ويعيشون وأناس يموتون ويدفنون والفاعل هو الله رب العالمين. قال له لا أنا أحيي وأميت. لا أنت مش فاهم الأسباب والمسببات. فأتى برجل محكوم عليه بالإعدام وعفى عنه قال له كان أحييته. وأتى بواحد بريء قتله. تمه الذي أحياه هو الله والذي أماته هو الله. ده فهم إلحادي كارثي. طبعا زي واحد بالضبط جاي للإمام أبو حنيفة بيقول له يا إمام. قال له نعم. قال له أنت بتقول إن إلهك يحيي يخلق المخلوقات. قال له آه. قال له أنا أخلق. قال له أنت بتخلق. قال له آه. قال له كيف تخلق. قال له تعال أريك مخلوقاتي. وجاء واخد الإمام أبا حنيفة وجاء إلى جذع شجرة فيها تجويف فتحة كده وأتى بقطعة لحم نية ووضع قطعة اللحم في هذا التجويف ثم أغلق عليه وقال له يا إمام أراك بعد 15 يوما أريك مخلوقاتي. بعد 15 يوم جم فتحوا المكان قطعة اللحم عملت إيه؟ عفنت باظت وصار كلها دود. قال له هل فتح المكان؟ قال له لا. قال له مش أنا اللي قفلته؟ قال له آه. قال له أنا اللي فتحته؟ قال له آه. قال له أنا الذي أوجدت هذه المخلوقات. قال له يعني هذا الدود من مخلوقاتك أنت؟ قال له نعم. قال له طيب إذا كان من مخلوقاتك كم عددهم؟ قال لا أعلم. طيب إذا كنت أنت الذي خلقت هذا ما الذي خلق منها أولا ثم ثانيا؟ قال لا أعلم. طيب إذا كنت أنت الخالق لهذا من الذي يموت أولا؟ قال لا أعلم. قال ما عدد الذكور وما عدد الإناث؟ قال لا أعلم. قال ولكن الله يعلم. يا سبحانك يا رب. هو دي بقى دي النقطة. طبعا. فسيدنا إبراهيم ما حبش يجادله في النقطة دي. قال له طب تعالى بقى المظاهر الكونية إن الله يأتي بالشمس من المشرق إيه رأيك بكرة تطلعها لنا من المغرب صباحا؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. كده خلص الموضوع. ما الذي يحجب الناس عن الله؟ الأصنام. تمام؟ قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. في يوم من الأيام بيبقى شبه الأيام اللي الناس بتخرج فيه إلى الحدائق والجناين والمتنزهات لكنهم كانوا يفعلون منكرات كثيرة في هذا اليوم. تعالى يا إبراهيم قال إني سقيم. ومش بيكذب، مش سقيم في جسمه إنما سقيم في نفسه والهم والغم الذي أصابه بسبب ما يفعلون من المعاصي والذنوب. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. أنا اتكلت لأحوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف. فقرتنا فقرة جمعية البر والتقوى المصرية. سريعا كده قبل ما ندخل في أعمال الخير والصدقات، المشهد الرابع والخامس إيه؟ الرابع كسر الأصنام بل فعله كبيرهم ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فقرروا القرار المشهد الخامس إنه لابد من اقتلوه أو حرقوه ألقوه في النار. سيدنا إبراهيم وهو بيلقى في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنجاه الله من النار بعد أن أنجاه الله من النار هاجر
إلى القدس الشريف. ندخل في أعمال الخير بقى والصدقات ونعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، لأنه إن ربنا جعل الصدقة موجودة في حياتنا دي نعمة كبيرة جدا من ربنا. احنا بنغسل نفسنا من كل ذنوب، وبنطهر بيوتنا وحياتنا وأولادنا ومالنا وصحتنا وكل حاجة بالصدقة. من المشاهد العظيمة جدا في حياة سيدنا إبراهيم احنا بنتكلم عنها مشهد الصدقة والكرم وإطعام الطعام. تخيلي حضرتك انه ربنا في القرآن الكريم ذكر كلمة فراغة 3 مرات بس، والثلاثة مرتبطين بسيدنا إبراهيم. الأولى فراغة إلى آلهتهم، قال ألا تنطقون، تمام، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين، أدي 2 فراغة. طب والثالثة فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، عشان يعلمنا أن الصدقات وإطعام الطعام دي من صفات الأنبياء ومن أفعال الأولياء. كان أكرم الناس وكان أكثر الناس إطعاما للطعام، وأكثر الناس إكراما للضيف، وأكثر الناس جبرا للخاطر، لأنه كان أمة. ولذلك لما امتحنوا ربنا سبحانه وتعالى نجح بامتياز. قال الله عز وجل وإبراهيم الذي وفى، قال الله عز وجل وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني نجح بامتياز من الكرم والصدقات وجبر الخاطر وإطعام الطعام. خلونا نروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أطلقت جمعية البر والتقوى مبادرة مهمة جدا، وهي مبادرة التبرع بالأشياء العينية. الأشياء العينية دي جايز تكون حاجة في بيتك، حاجة أنت مستغنى عنها، إن شاء الله حقيبة مدرسية، إن شاء الله كتب مدرسية، ملابس لأطفالك، ملابس ليك أنت، أي حاجة أنت مستغنى عنها الغير بيستفيد بيه. الحاجة اللي إحنا شايفينها إن إحنا خلاص مش هنستعملها وبقى ملهاش لازمة، مفيش داعي إن إحنا نخزنها ولا نكهنها، لا هنطلعها لله سبحانه وتعالى. نفس الكلام الحاجة اللي سابها الأموات من ملابس وخلافه، مفيش داعي ان احنا نخزنها، طلعها لله سبحانه وتعالى يستفيد بها الاخرون. في حاجات تانية كتير بتبقى عندنا، ممكن حد يبقى عنده سرير طبي استعمله شوية وخلاص ما بقاش محتاج له، ممكن يكون عنده كرسي متحرك بيقدر يتحرك بيه لكن خلاص بقى مستغنى عنه مش محتاج له، ممكن حد يكون عنده أدوية بس لازم تكون صالحة، ما يجيبش أدوية ما هي صالحة عشان ما يضرش غيره. التبرع بالأشياء العينية في غاية الأهمية، اوعوا تستهينوا بيها. جمعية البر والتقوى لما أعلنت المبادرة دي بتهدف إلى أن هي توصل كل تبرعاتك العينية دي للمستحقين ليها في كل مكان. التبرع مش بس فلوس، التبرع مش بس مواد غذائية، ممكن يكون لبس، ممكن يكون زي ما قلنا أدوات إن شاء الله حتى مدرسية، كل ده عند ربنا سبحانه وتعالى ليه أجره، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا ولا يستبدلنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا دائما من أصحاب اليد العليا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجمل المبادرات اللي بتقوم بيها الجمعية، كل مبادراتهم أكيد حلوة مدام في الخير، ولكن المبادرة دي بالتحديد لأنها بتدخل الفرحة والسرور على أسر كتير جدا وأعداد كبيرة قوي من أكل وشرب ولبس وقطع موبيليا وأدوات منزلية وأدوات كهربائية وأدوية وجهاز عرايس، كل حاجة تقريبا. والله هي من المبادرات العظيمة جدا، رقم واحد بتحل مشكلات كتير للناس. نهاية. ممكن يبقى عندنا بعض الأشياء احنا مش عارفين نعمل فيها ايه، وقد لا تصلح ان احنا نبيعها، كبعض الأدوية الباقية، ككرسي متحرك صاحبه مش عايزه، سراير، مراتب، ملايات، بطاطين، ومش هتأتي بثمن عند بيعها. فما أجمل انه الإنسان يعيد تأهيلها ثم يتصدق بها في سبيل الله عز وجل، فهي بتحل عنده مشكلة وبيكرم غيره، بيحل مشكلة عنده هو بتخلص من شيء لا ينفعه، وبيحل مشكلة عند غيره بتنفع غيره، لأن قديمك جديدهم وقليلك كتير عندهم،
وما تحقرش من لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فمن أعظم المبادرات مبادرة الصدقات العينية وهذه الأشياء، سواء كانت أدوية، سواء كانت ملابس، سواء كانت بطاطين، سواء كانت كراسي، سواء كانت مفروشات، كل هذه الأمور من أنفع الأمور اللي يتصدق بها الإنسان في سبيل الله. وهم كمان بيقدروا يوصلوا لأسر كتير جدا، وفي دراسة قوية جدا لاحتياجاتهم وكل حد محتاج إيه. جميل إن احنا نطلع الصدقة، بس الأجمل إن انت تطلع الحاجة اللي كل حد محتاجها. بالزبط. يعني ما تروحش تديله دواء وهو محتاج جهاز لبنته، ما تروحش تديله أكل أو شرب. طبعا الأكل والشرب دي حاجة يعني مفروغ منها، بس ممكن يبقى محتاج يتعالج أهم. بالزبط. من أنه يأكل. صحيح. يعني دراسة احتياجات كل شخص من الحاجات دي المهمة بها جداً. الجمعية تأخذ من الناس الأشياء العينية ثم تعيد تأهيلها إذا لم تكن كذلك، ثم تعيد توزيعها فتعطي كل واحد ما ينفعه. والجميل كمان أنه الحاجة اللي دايما بتبقى قلقانة كلنا لما بنيجي نتصدق، هو الشخص ده صادق ولا مش صادق، هو يستحق ولا ما يستحقش. الجمعية بتدرس ده كويس. هي دي بقى حتة. نعم. الطمأنينة أنه احنا فعلا الحاجة دي راحة للشخص اللي يستحقها. فالبني آدم بيفرح ساعتها بصداقته، ان هو قدر يوفر لحد حاجة او قدر يوفر احتياجات شخص. لانه هذا الفرح اعظم ما نعبد به الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني يمكن الجمعية بتقوم بمبادرات كتير جدا. نعم. والأسقف من الحاجات المهمة جدا داخل الجمعية. نعم. والستر هم حتى بيقولوا ان هي مبادرة الستر أمان ودفى. انه الدفى مش فكرة انه البني آدم يتغطى بس، لكن دفى انه مستور من كل شيء، مستور من ان حد يكشفه جوه بيته. احنا بنقول بيتنا ده اللي ساترنا، وبيتنا ده هو المكان اللي احنا لما بنتعب من اي شيء بنجري عشان نرتاح في البيت. نعم. سواء بقى نقفل بابنا علينا عشان متضايقين مش عايزين حد يشوفنا، او بنقفل بابنا علينا عشان ننام ونرتاح ونقوم نكمل بقية مهام الحياة، في النهاية هو ستر. ودي من اهم الحاجات اللي بتقوم بيها الجمعية. خلونا نروح نشوف تقرير خاص بالجمعية ونرجع لحضراتكم مرة تانية. مساء الخير. احنا الوقت في الفيوم زي ما قلنا في مركز اطس الغرق قرية كمال ابو جليل. زي ما انتوا شايفين 30 عربية محملين بالخير، الخير اللي انتوا اتبرعتوا بيه رغم ظروفكوا دلوقتي، الخير اللي انتوا بتلمسوا قد ايه بيوصل لمستحقيه، الخير اللي بيغير احساس ناس كتير قوي، بيبعث فيها الامل ويحسسها ان مصر بخير وان في ناس كتير بتحب اسيادنا الفقراء. زي ما انتوا شايفين 30 جهاز عروسة، كل عروسة هتاخد تلاجة غسالة وهتاخد بوتاجاز. كمان معانا 100 مرتبة، معانا جايبين كمان كراسي متحركة لأسيادنا ذوي الاحتياجات أو كبار السن اللي محتاجين، جايبين حجرات نوم، جايبين أنتريهات، جايبين 500 كرتونة غذائية. رغم كل ده إلا أن أنا حاسس أن في تقصير، احنا لسه عايزين كمان وكمان. اطس الغرق اللي انتوا عملتوا فيها لغايه دلوقتي اكتر من 75 بيت، ولسه الاسبوع اللي جاي هنستلم كمان 12 بيت ان شاء الله. قد ايه انا فرحان ان انا جيت انفذ انا وحبايبي المشايخ اللي انتوا بتحبوهم، الشيخ سالم عبد الجليل، الدكتور مصطفى فتح الله، الشيخ احمد الصباغ، كلهم معانا النهارده في فرحه كبيره قوي، جايين يفرحوا رغم ان احنا في اخر حاجه في بلدنا الجميله الفيوم. فرحانين جدا ان احنا في وسط اسيادنا الفقراء جايين بخير. اي حد بيزور حد بياخد حاجه معاه وهو رايح، احنا بقى حاولنا نفرح العرايس ونفرح اسيادنا الفقراء بدل ما يناموا على الارض يناموا على مراتب بحجرات نوم. المهم لسه محتاجينكم معانا لان لسه الفقر ما بيخلص، ولسه جدول الحسنات او صفحه الحسنات ما بتتقفلش، وصفحه السيئات ما بتتقفلش. عايزين نكتر من حسناتنا عشان ربنا يمحلنا ذنوبنا ونيجي يوم القيامه فرحانين وميزاننا يتقل. هي دي الصدقات الجاريه. 30 جهاز عروسه يعني 30 بيت جديد هيتفتحوا، 30 بيت جديد عروسه هتتستر، 30 عروسه محتاجه بجد ما كانش عندها امل ان هي ممكن تتجوز في يوم من الايام لان ما عندهاش جهاز ولا معاها فلوس تشتري جهاز،
فجأة جمعية البر والتقوى المصرية تدخل عليها وتفرحها بعد فحوصات من التضامن الاجتماعي وأبحاث شديدة جدا عشان نطمن إن الحاجة راحة لأصحابها المستحقين بجد. جينا مشينا مشوار بعيد، لكن والله فرحنا لما جينا بالحاجة ديت، ولسه الفرحة الأكبر ساعة ما نسلم على أسيادنا الفقراء ونفرحهم. اللي ربنا أكرمنا بيه وقال لنا عليه ووصانا بيه إن إحنا الصدقة اللي نطلعها نطلع أفضل ما يكون. في بعض الناس اللي ممكن تطلع بعض الحاجات اللي ممكن تكون متهالكة شوية. وظيفة الجمعية إن هي بتعيد تاني تجديد كل شيء بتاخده أو بيصلها من الناس المتبرعين. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات العينية. لما واحدة ست غزلت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عباية جميلة قوي وأهدتها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلها النبي وهو محتاج إليها، يعني كان سيدنا النبي محتاج إليها، فلما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وبست جسمه صلى الله عليه وسلم، في واحد أعرابي قاعد ساب سيدنا النبي لبسها شوي، ثم بعد ذلك قال يا رسول الله أعطني هذه العباء. سيدنا النبي ما كانش يقول لا أبدا، فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها له وهو في احتياج ليها وهو محتاج إليها عشان يعلمنا. فالناس لاموا هذا الرجل، ازاي تقول له هاتها وانت عارف انه مش هيقول لا وانت عارف انه محتاج اليها؟ قال والله ما طلبتها منه الا لتكون كفنا لي بعد موتي، لعل الله عز وجل ان يغفر لي، فكانت كفنا لي. فسيدنا النبي علمنا الصدقات العينيه. لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا فعلا وقولا، قال من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يعني عندك أكل فاض جميل، أنت معزوم أنت وأصحابك، ما يتبقى من العزومات يا جماعة اوعوا ترموه أبدا. أعيدوا تجهيزه وترتيبه ووجبات كده جميلة وتصدقوا بها على أسيادنا الفقراء. يلا نعمل سنة. كتير من الناس بيخرجوا عازمين أصحابهم، مؤكد هيفيض بعض الأكل، لا يلقى ولا يترك، اطلب منهم يعيدوا تجهيزه وزودوا شوية واعمل وجبتين او ثلاثة وانت ماشي في الشارع، اي حد من اسيادنا اديله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ان سيدنا جابر بن عبد الله قد تزوج، سيدنا النبي عايز يجبر خاطره ويعطيه هدية الزواج بس بطريقة جميلة قوي. فهم راجعين كده من السفر، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أتزوجت يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله. لما عرف أنه اتجوز سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أتبيعني هذه الناقة يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكم يا جابر؟ قال كما تريد يا رسول الله. قال 400 درهم يا جابر؟ قال كما ترى يا رسول الله. قال على أن أخذها منك في المدينة. أنا هتسلمهاني فين؟ في المدينة. ففضل ركبها سيدنا جابر إلى أن وصل إلى المدينة، رايح يسلمها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 400 درهم، خذ يا جابر ثمن الناقة والناقة لك هدية يا جابر. شوف جميلة ازاي، شوف جبر الخاطر حلو الله ازاي الله. حاجة رائعة عظيمة. ما قالوش خد لا خالص، وهو سيدنا النبي ده ناخده جبر خاطر من غير ما يجرحه بالضبط. وبيعلمنا كمان صدقة عينية، يتصدق بعبايته، يتصدق بفرس زيادة عنده، يتصدق ده صدقات عينية. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الصدقات العينية اللي أنت بتطلعها لله عز وجل أيا كان بقى، طلعت كرسي، طلعت كرسي متحرك، طلعت سجادة، طلعت أي شيء، بتجعلك في ضمان الله وفي صحيح. أمان الله وفي حفظ الله حيا وميتا. صحيح. ربنا يتقبل من الكل. نورتين يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كل يوم رشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم. أنا لما قلت يا رب يا رب هدي Thank you.